السلام عليكم مشاهدينا الأعزاء، ونرحب فيكم عبر برنامج شباب قول وفعل الشامل بمواضيعه وفقراته من خلال شاشة تلفزيون الكويت قناة سبورت من الأيام الأحد إلى الأربعاء نطل عليكم. وأيضا أمسي على زميلتي هبة القحطاني، أهلا ومرحبا فيك اليوم. أيضا راح نقدم مع بعض، دائما التقديم مع هبة ممتع. طبعا أمسي عليك بالخير عليا، ومسي على جميع مشاهدينا. مثل ما ذكرتي طبعا برنامجنا برنامج شباب قول وفعل، برنامج منوع رياضي يعرض جميع الطاقات الشبابية. طرق التواصل بالبرنامج من خلال الإيميل شبابكيو@hotmail.com، ومثل ما ذكرتي أن دام إحنا موجودين في الحلقة فرح نطرح لنا موضوع نقاشي جميل يكون موضوعه مفيد للمجتمع، وأيضا ساعات يكون ذو نقدر نقول إن فيه رأي ممكن يتناسب مع المشاهد وممكن لا، وبالنهاية هو مجموعة آراء. فاليوم موضوعنا شنو بيكون عليها؟ يعني هبة، دائما يقال إن الإنسان لا يقاس نضجه بالعمر الرقمي اللي هو يعني يمتلكه، بل بمدى اكتسابه للخبرات في الحياة ومدى نضجه الفكري والأخلاقي والاجتماعي مع الناس. هذا يدل على أنه الإنسان ناضج. الخبرة شلون الإنسان يكتسبها؟ في ناس تقول أن الخبرة تكون، يعني يقال ويعتقد أن الخبرة لازم تكون لما الإنسان يقاسي في الحياة ويعني يمر بتجارب أليمة ويتعلم منها ويطلع منها أفضل. هذه صحيح، ممكن أن تكسب الإنسان خبرة جيدة أنه شلون يتعامل مع الأفراد في المجتمع. لكن أنا برأيي أفضل أو من أفضل الوسائل لاكتساب الخبرة في الحياة أن دائما قعدوا مع الكبار في السن. يعني قعدة الكبار بالسن دائما تفيدك في أن أول شيء تعرف مجتمعك، عاداتك وتقاليدك، تعرف التجارب اللي عانوها، حقائق يعرفونها أهما أكثر من غيرهم اللي عاشوا هالفترات الطويلة في المجتمع، وأيضا يعطونك من خبراتهم بما يفيد مجتمعك. يعني كل إنسان حسب خبرته اللي تنفعه في مجتمعه، وأيضا التطلع على خبرات أخرى، يعني السفر، اكتساب ثقافات أخرى. في ناس تدز عيالها بعثة علشان مو بس يتعلمون دراسة، بل أيضا يعتمدون على نفسهم، يكتسبون خبرة كافية في الحياة. علشان أهم شيء الإنسان يكتسبه من الخبرة أنه يكون على قدر من المسؤولية. نعم. صحيح للأمانة، أنا جدا أتفق معك في هذا الشيء، وخصوصا في موضوع أن الخبرة تكتسب من البيئة اللي أنت محاطة بها، وخصوصا من فئة الكبار. يعني إحنا دائما نسمع الأهل دائما يحاولون يرشدون، اسمعني من خبرتي، أنا مريت في هذه التجربة، أنا شفت هذا الشيء. وإحنا ما شاء الله يعني الجيل اللي يكون أصغر دائما عنيد، دائما ما أحب يسمع، دائما يصير في حالة التكنولوجيا عندهم. أيوة. هي يعني الخبرة الكافية. ولما يمرون بالموقف نفسه لا يصير في محاط اللي صح كلام مثلا ابوي او صح كلام امي، كان المفروض اسوي هذا الشيء، كان المفروض انجز بهالطريقه. فصحيح جدا كلامك من ناحيه الخبره، ان الشخص لازم يستمع للبيئه المحيطه، خصوصا ذوي الخبره السابقه. يعني حتى لو هم كانوا من جيل واحنا من جيل، لازم يصير في نوع من الوعي والادراك بهذه النقطه. فعلا هبة، ودائما عيالنا يعني للأسف مرات يعني يجرحونا لما يقولون انتو شو عرفكم، احنا الجيل الجديد نفهم بالتكنولوجيا، هذا الكلام اللي تقولونه ما يطبق الآن. لكن أنا أقول دائما الأخذ بعين الاعتبار نصائح الكبار، ونقعد عيالنا في الزوارة مع الكبار اللي في العائلة، لأن بالنهاية راح تبقى هالكلمات في بالهم مع الأيام ومع التجارب اللي يخوضونها في الحياة. راح يعرفون أنه فعلا قال يدي أو فعلا قالت يدتي، وإحنا دائما نرددها قالت أمايتي، قالت خالتي. هذا الكلام يعني دائما يرسخ في أذهانهم. صحيح. وطبعا عندنا فقرات عديدة في برنامج شباب قول وفعل، وأيضا عندنا ضيف مميز راح نحاوره اليوم، لكن راح نتوقف الآن مع فاصل مع فقرة الرسم والفنان حسين البناي، ونرجع نكمل فقرات برنامج شباب قول وفعل.
السلام عليكم، معكم حسين البناي، متخصص في الرسم بالألوان الزيتية. فقرتنا اليوم إن شاء الله راح أتكلم عن الأدوات اللي يحتاجها الفنان على أساس يدخل حق عالم الزيت أو عالم الألوان الزيتية، وبحيث أنه يرسم بشكل احترافي. فأول شيء راح أبدأ فيه اليوم إن شاء الله أتكلم عن الفرش، أنواع الفرش. أول شيء عندنا نوعين من الفرش، اللي هما الفرش الملونة والفرش البيض. الفرش البيض يسمونهم بريسل، والفرش الملونة يسمونهم سيبل. طبعا الفرش البيض أنا استبعدهم وأستخدم الفرش السيبل لأنها تكون ناعمة، وأحرص دائما أن تكون طبيعية 100%. نروح حق الألوان المستخدمة. نفس الشيء الألوان المستخدمة في أنواع زينة موجودة بالسوق تقدرون تحصلونها. أهم شيء اللون يكون جودة، لأن لوحتي دائما أحرص أستخدم الألوان اللي حتى لو أقط عليها شوية زيادة مبلغ، بس بالنهاية تعطيني جودة، بحيث أن لا أدش في مشكلة تساقط الألوان أو تكسر في الألوان. فأحرص أن أشتري ألوان بجودة عالية، ما أشتري ألوان بجودتها تكون قليلة حتى لو كان تمرين. نروح حق الوسيط اللي استخدمه. بالنسبة حق الألوان الزيتية، أنا استخدم الألوان الزيتية نفسها بدون وسيط، بس وسيط واحد استخدمه اللي هو التربنتين حق تنظيف الألوان فقط. فعندنا أنواع من التربنتين، واحد يكون ما في ريحة أو ريحته أقل، والثاني يكون مثلا حق الرسومات اللي تكون برا الاستوديو. أحرص يكون عندي جار نفس هذا، يكون ستيل، ما يكون اللي هو بلاستيك، لأن البلاستيك مع التربنتين راح يذوب، فيكون ستيل أو زجاج. أحط فيه المادة اللي تو تكلمنا عنها اللي هي التربنتين، ويتسكر بهالطريقة هذه علشان لا يتبخر ويظهر عندي مدة أطول. أروح حق اللي هو الكانفس، لازم يكون عندي كانفس أرسم عليه. الكانفس نقصد فيه اللي هو الخام اللي أرسم عليه. الكانفس بالنسبة لي أنا، لأن أرسم بشكل يومي، فبالتالي لما يكون عندي رول نفس هذا وأقصصه على كيفي بالأحجام اللي أبيها راح يكون أوفر لي ومتوفر دائما عندي. فنحرص إذا كنا بنرسم بشكل يومي يكون عندنا كانفس رول. يبقى عندي الأداة الأخيرة اللي راح استخدمها اللي هو نسميه المشحاف أو الموس، أمسح فيه الألوان الموجودة على البلتة. آخر شيء يبقى عندي البلت. البلت اللي نقصد فيها منطقة اللي نخلط فيها الألوان، عادة ما تكون البلت خشبية أو زجاج أو ورقية. الورقية نحاول نستبعدها لأنها سيئة، نروح حق الزجاج أو الخشبية. بالنسبة لي أفضل الزجاج، لأن الزجاج عملية المسح تكون سهلة عليه. كذي نكون استعرضنا كل الأدوات اللي نحتاجها عشان نبدأ نرسم باحترافية، ونشوفكم إن شاء الله الفقرة القادمة. شكرا للفنان حسين البناي على فقرته المميزة اللي قدمها لنا، وتعرفنا من خلالها على معلومات مهمة من ناحية الفن. حابين نرحب بضيفنا في حلقة اليوم من شباب غولفيل، معنا من مشروع مركز كاينيزيا دكتور جواد فاضل أبو الحسن، وهو أيضا صاحب مركز كاينيزيا للعلاج الطبيعي. طبعا احنا جدا سعيدين بتواجدك معنا اليوم. أنا سعيد ومشكورين على الاستضافة الطيبة، وإن شاء الله أكون ضيف خفيف عليكم على السادة المشاهدين. أسلم. طيب دكتور، يعني مشروعك اسم المشروع كاينيزيا. قبل لا نبدي ونتكلم عن المشروع بحد ذاته، أبي أعرف شنو يعني مصطلح كاينيزيا. كاينيزيا يعني حركة. إحنا طبيعة شغلنا بالعلاج الطبيعي تعتمد على الحركة والتمارين، فلما تنقي اسم تحاول إنه يكون شوية غريب كاتشي يعني. فقلت كاينيزيا لأن هي حركة بس باللاتيني. فلما أتكلم بالإنجليزي أقول movement أو activity، شنو المرادف لها باللاتيني؟ كاينيزيا. حلو. مع اختلاف الـ 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 التصنيف نفسه يعني. صحيح. بالكلام. طيب طبعا مشروع كاينيزيا مشروع للعلاج الطبيعي، وأنت صاحب المشروع. طيب نبي نعرف، وأكيد المشاهدين بيعرفون طبيعة هذا المشروع وشنو يقدم. هو عيادة تقدم خدمات طبية لها اتصال بالعلاج الطبيعي، بشتى أنواع العلاج الطبيعي. فنحاول نقدم شيء مو موجود حالياً بالكويت، نحاول نغطي نقص صاير بالمجتمع. ودائماً مثل ما تعرفون بهالأمور بهالبزنس وايز، لازم واحد يغطي شيء منقوص بحيث أنه تكمله عشان يكون ناجح بالنهاية. فمن خلال خبرتي البسيطة بعشر سنين في وزارة الصحة،
استشفيت في نقص في 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 سوق العلاج الطبيعي وقلنا ندش فيه ونخدم المرضى بالنهاية. نعم. حلو. طيب دكتور راح نسترسل بالحديث معك أكثر وناخذ فكرة أكثر والمشاهدين يعرفون عن مشروعك، لكن بعد هالفاصل فاصل ونرجع نكمل معكم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح الله أكبر
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابًا موقوتًا. رجعنا لكم مشاهدينا بعد الفاصل، حابين نرحب بالمرة الثانية مع ضيفنا الدكتور جواد أبو الحسن صاحب مشروع كاينيزيا للعلاج الطبيعي. طبعا احنا اكيد تحدثنا في البداية عن كاينيزيا والغرض وراء هذا المركز، ولكن احنا ودنا نتعرف اكثر عن وراء فكرة هذا المشروع، يعني الفكرة الأساسية أو كيف بدأ هذا المشروع، يعني يا لك الإلهام في افتتاحه. بالبداية المشروع هدفه كان خدمة المرضى. اشتغلت 10 سنين في وزارة الصحة وشفت أن في بعض الأشياء اللي أقدر أضيفها في العلاج حق المريض أو حق الرياضيين بشتى مجالاتهم الرياضية واختلاف إصاباتهم. فقررت أن أحاول أسوي عيادة طبية تقدم خدمات علاج طبيعي، نحاول نقلل المواعيد الطويلة اللي موجودة، نحاول نستضيف المرضى اللي مثلاً ما يقدرون يجون الصبح، نحاول نلبي احتياجات المرضى كلنا باحتياجه، في كل مريض له احتياجات خاصة سواء بطرق العلاج، سواء بالمواعيد، أوقات المواعيد، سواء في قرب الموعد نفسه. فأنت تقدم تأسس لك مشروع تحاول فيه تقدم خدمة للمرضى باختلاف احتياجاتهم. هذا كان الهدف الأساسي. طيب دكتور جواد، كل مشروع أكيد قبل ما الإنسان ينطلق بمشروعه تواجهه بعض الصعاب. شنو الصعاب اللي واجهتك دكتور قبل ما تبدأ بمشروعك؟ المشاكل والصعاب والله موجودة بحكم مشروع جديد من الصفر، أنت قاعد تأسس شيء من الصفر مو موجود أصلاً، فعندك وايد أمور لازم أنت تحطها في عين الاعتبار وتسعى لها. الأمور القانونية، العقود وما عقود، الأمور اللي تختص بالتوظيف، يعني تكلفة أكيد طبعاً، والتكلفة لأن كل مشروع يحتاج فلوس رأس مال. فهذه الثلاث أشياء. الشيء الرابع الستاف نفسه، الطاقم، من وين تجيبه وشنو تقدر تقدم حق الناس. أنت إذا تبي تجيب شيء تقدم خدمة مميزة. ستافك سوري دكتور، ستاف كويتي ولا كويتيين؟ ستاف كويتي من نفسهم اللي كانوا معك في القطاع الحكومي؟ بعضهم يعني بعضهم. سرقت الطاقم منهم؟ زعلت؟ لا والله، لأن هو يشوفون فرصة. طالما أنت في عندك فرصة دائما بالبزنس والمشاريع أنت عندك شيئين لازم تسويهم، يا عندك خدمة تقدمها للناس مو مقدمة مكان ثاني، يا فرصة تستغلها. وطبعا الواحد لازم يكون يقتنص الفرص. في صعاب كانت مثل ما تفضلت الأمور المادية، وما شاء الله بالكويت هني من 2016 عندنا صندوق الوطني دعم تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، يقدر يقدم تمويل حق المشاريع، فاتجهت حق هذا الاتجاه و حاولت أقدم على المشروع والحمد لله وافقوا علي من بعد يعني دراسات ومقابلات وفحص. خذت وقت دكتور وايد المدة؟ إيه تقريبا. ف
فترة كبيرة أكثر من 6 أشهر، لكن هو للأمانة حاليا تحسن الوضع. الفترة الزمنية كانت أكثر، احنا في 2016 يوم قدمنا كان الصندوق الوطني في بدايته، مثل ما تدرين أي شركة أي مؤسسة حكومية في بدايتها تحتاج وقت عشان توقف على ريلها، فكان في شوية قرارات تحتاج تتعدل، كان في مجلس إدارة غيروا 3 مرات، فهذه كلها تأثر وهذه كلها معوقات في أي مبادر يحاول يسوي أي مشروع. فأنت بكل بساطة لازم تحط لك خط تمشي عليه وتتخطى هذه الصعاب بحيث أنه توصل حق اللي أنت تبيه. وبالنهاية إذا أنت كنت يعني مستمر في شغلك، مستمر والإرادة موجودة بحيث أنه ما توقفك هذه العقبات، لا راح توصل حق اللي تبي وتأسس أي شيء أنت تبي ببالك. نعم طبعا دكتور، أكيد كونك أنت بلشت في هذا المشروع فهو يعتبر مشروع كبير بحد ذاته، فهل كان لك شركاء في هذا المشروع؟ هو أنا أسميهم أصدقاء. نعم. أسميهم أهل، لأن بدونهم ما راح يكون هذا المشروع قائم. هم طبعا لازم اي مشروع بهالحجم ايد واحدة ما تصفق، فانا بروحي ما اقدر اسوي هذا الاشياء. ودائما نجاح اي مشروع بالعالم، نتكلم على مستوى العالم، الشركات الكبيرة، الشركات الامريكية الرقمية الديجيتال، ابل ما ابل ومايكروسوفت، هذول كلهم نجاحهم يعتمد على وايد اشياء، لكن اهم شيء التيم اللي هو الفريق. فريق العمل وايد مهم، فأنا مو عندي شركة، عندي أصحاب وعندي أهل أعتبرهم بالعكس ساعدوني وقفوا معي وحاولوا يسهلون كل الأمور، ومرات وقفت الأشخاص لهالدرجة تعطيك بوش ودافع كبير، بحيث إنه مثل ما إحنا نقول أكثر من مخ يقعد مكان واحد ينتج شيء زين، لكن مخ واحد تنتج شيء زين في 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 أشياء منبوسة راح تكون. فبالعكس هذيلا ساعدوني بشكل كبير، وكل كل المجالات اللي واحد ممكن يساعد فيها. طبعا المشاهدين بعد قاعد يشاهدون عندنا هذا اللقطات اللي شفناها المخرج حاطها لنا عن المركز. اي هذه بعض التمارين اللي المرضى يقدرون يسوونها. عندنا في العلاج الطبيعي مثل ما قلنا بالبداية يعتمد على وايد أمور، تمارين رياضية، تمارين حركية، تمارين علاجية، وأيضا الواجهة جميلة، يعني مختار good spot، يعني حتى الشخص اللي بيعالج يشوف منظر جميل على البحر. مشكورة. هو بالضبط اختيار جيد وموفق. شكرا. بس أنا عندي سؤال دكتور، يعني دكتور جواد، طبعا أنت بحكم خلينا نقول بعد خبرتك اكتسبتها بدراستك ببريطانيا، صحيح؟ صحيح. الإنسان دائما يعني كنا قاعد نتكلم في بداية الحلقة عن الخبرة واكتسابها، اكتسبت ثقافة يعني جديدة وتبادل خلينا نقول خبرات، طبقتها أو حاولت تطبيقها في مكان عملك، حسيت أن العراقيل كثيرة. صحيح. توجهت لصندوق الصندوق الوطني لتنمية المشاريع الصغيرة، اللي قاعد يشوفنا من شباب عندهم أفكار ومشاريع وتنقصهم يمكن المادة، تنقصهم يمكن الآراء والخبرات الكافية اللي تقدر تشجعهم أن يكملون مشاريعهم. فإحنا من خلال استضافتنا لك ونبي نعرف أكثر عن مشروعك الناجح، نبي توجه لهم الطريقة الأصح للذهاب للصندوق، خاصة أن كان في تعاون، أو إذا حاب تذكر طبيعة التعاون مع الصندوق. بالبداية لأي مشروع عشان ينجح لازم الشخص نفسه المؤسس والمؤسسين الشركاء يكون عندهم شغف، لأن هذا قبل كل شيء. إذا أنت ما عندك شغف ما راح تقدر تتخطى الصعاب، ما راح تقدر تحاول تحل المشاكل، لأن 100% بأي مشروع تسوي مهما كان رأس ماله صغير أو كبير لابد في صعاب تواجهها. فأنت شلون تتخطى الصعاب وشلون تحل المشاكل اللي راح تصير؟ طبيعي راح يصير في مشاكل. فأهم شيء يكون عندك شغف، لأن الشغف ما يوقف شيء. عندك رغبة ممكن، عندك أمنية ممكن، لكن هذه كلها ممكن أنها توقف خلال الدرب كله. لكن إذا عندك شغف
ملم بالموضوع مالك بطريقه كافيه، عندك شيء ببالك ودك تسويه، فهذا يكون موجود. هذا رقم واحد. رقم اثنين طبعا مثل ما تفضلتي راس المال. الصندوق الوطني طبعا ساعدوني، هو صندوق اتى بمرسوم اميري، قيمه المرسوم قيمه الصندوق 200 مليار دينار، من اكبر صناديق بالعالم، يقدم خدمه للشباب، يعني رغبه اسامي من صاحب السمو بحيث انه يشجع الشباب على القطاع الخاص. نعم. كل الحكومات بالعالم تقدم خدمات للشباب لكن مو بهالقيمه. ف الباب يتسع وايد وايد مشاريع، لكن اهم شيء ان انت لما تقدم تكون مسوي الواجبات مالتك. عندك هم عندهم تيم، عندهم كول سنتر، عندهم مركز اتصال يجاوب على كل الاسئله ودراسه الجدوى. فانت لازم تسوي الشغل اللي انت عليك تسويه بعدين تقدم. فعلى كثر ما الشغل يكون متعوب عليه وجيد يبقى القبول منهم اذا شافوا ان المشروع مجدي. لكن بالنهايه هم ما يبون يعطون فلوس وتصرف الفلوس وما في جدوى من المشروع. صحيح. وايضا يا ليت المشاريع يعني اللي يتم الموافقه عليها تكون يعني مع احترامي لجميع الافكار فعلا تنمي او تفيد الجميع، يعني طبعًا. ما تنصب فقط في رؤيه واحده. طبعًا. يعني طبعا وايد في رؤى متعدده، وفي مثل مشروعك يفيدك ويفيدنا احنا طبعًا. كمواطنين. أهم شيء في المجتمع اهم شيء تحقيق رغبه سمو الامير اللي هو دعم القطاع الخاص، نخلي الشباب يطلعون من الحكومة إلى القطاع الخاص. نعم. تقليل الكاهل على الحكومة، كاهل المادي على الحكومة باتجاه وتوجيه الشباب القطاع الخاص. فإذا أنت سويت مشروع حاولت توظف فيه شباب كويتي يشتغل من الصفر من تأسيس المشروع ويكبر مع كبر المشروع فعلا. هذا انت قاعد تخدم الديره بطريقه غير مباشره وقاعد تلبي الرغبه الساميه. فهذا اقل شيء واحد يقدر يسويه. الشيء الثالث ان انت مفروض يكون مشروعك منظم. يعني انت قبل كل شيء لما تقدم حق الصندوق انت لازم يكون عندك يعني تعليمات، قصدك خطه مستقبليه. ايوه تعليمات حازمه، سياسات تحوطيه، سياسات حصيفه، بحيث انه اذا صارت مشكله عندك حله. عندك هذا انت لحين ما بلشت لازم تحط هالاشياء. ومثل ما احنا قلنا الاجراءات اللي بعدين انت تسويها لازم تكون مدروسه، لازم تكون تحوطيه بحيث انه اذا طحت بمشكله تقدر انت تحلها اوريدي، مو تطيح المشكله بعدين تتوهق. نعم. فكل شيء لازم يكون مكتوب، كل شيء لازم يكون واضح. تقدم لهم هذا المشروع بتفاصيله، باوراقه، بالنماذج اللي يطلبونها. نعم. وتندرس وبعدين يردون عليك قرار. يحاولون هم يسوون كل اللي يقدرون عليه، يحاولون يسهلون عليك كل الصعاب. هي بالفعل مكرمة أميرية، يعني فعلا ايه؟ أنا أنصح أن يستفاد منها طبعًا. بطريقة صح لهم تنمية المجتمع وتنمية الكوادر الشبابية طبعًا. بتوجه لأحلامهم وتحقيقها، يعني طبعًا. أنا أشوفها وماكو أفضل من العمل بالقطاع الخاص. نعم. لأن أنت عندك حرية، وين ما تكون في حرية يكون في إبداع. صحيح. الابداع لما يكون راح يرجع مره ثانيه للشعب والديره وخدمه الوطن. نعم. فانت تبي هذه الحريه بحيث انه تبدع مثل ما يقول، تكون ريادي، يعني انت تقود جروب او تقود تيم بالاتجاه اللي انت تبيه، وطبعا هذا الاتجاه يكون فيه الصالح العام مثل ما يقول. صحيح. مو مصالح شخصيه، يعني صحيح. خدمه المرضى وما شابه، واللي في وايد مشاريع ما شاء الله ممتازة. طبعا هذا دكتور ليس استنقاصا بال يعني القطاع الحكومي، أيضا في ناس قاعد تبدع في مجالاتها طبعًا. ومستمرة ومكافحة طبعًا. بالرغم يعني من الصعاب قاعد تقدم، وفي ناس تحب الراحة، يعني تحب الدوام، ما تبي تتعب نفسها بأفكار، ويعني تقول الدوام والمعاش وراحة البال. ذكرتيني بشغلة وايد مهمة، هو مو الكل يعني مو الكل له الرغبه انه يطلع القطاع الحكومي، فقطاع خاص. فالقطاع الحكومي بالعكس يلم شريحه كبيره من المجتمع.
احصائيه سووها في امريكا وبريطانيا واستراليا ان انت بس 10% من الناس اللي تقدر او عندها الرغبه ان تطلع بالقطاع الخاص وتواجه هذه المشاكل وتحلها. 90% لا، مثل ما تفضلتي الامان المعيشي، الامان الاقتصادي موجود بالحكومه، فهو مو الكل المفروض انه يطلع قطاع خاص، بالعكس الحكومه توفر كل شيء، ولكن انت هني تحط لك طموح، تحط لك السقف اللي انت تبي توصل له، كل باختلاف توجهاته. فالقطاع الحكومي ضروري واساسي ما في شك بهذا الشيء، والقطاع الخاص هم مهم ويساعد في الابداع تحقيق الرؤى. الابداع هو الامانه، مهمين. هو الامانه في كلتا الحالتين، سواء القطاع الحكومي او الخاص، هم في نفس الصعاب، نفس المشاكل، نقدر نقول نفس الضغوطات، ولكن لما الشخص يطلع من قطاع حكومي لقطاع خاص، انت قاعد تأدي فكره عندك، عندك غرض حاب انك تطبقه، مع انه هو يعتبر بعد اصعب من القطاع الحكومي من ناحيه ان المسؤوليه تدير الموضوع، تدير الشركه او تدير المشروع اللي انت بيه، وممكن يؤدي الى النجاح والى الفشل، فنقدر نقول ان حتى الريسكس تكون عاليه بالنسبه للقطاع الخاص بحد ذاته. اعقب على كلام زميلتي هبه، يعني احنا مو تكلمنا عن اكتساب الخبره والصعاب والمشقات في الحياه، انا لاحظت ان يعني معظم، ما نقول الكل، معظم الناس اللي طلعت من القطاع الحكومي بعد ما يعني خذوا الخبرة أبدعوا في مجالاتهم الخاصة، يعني معناته اللي يبي يبدع بالخاص لازم يكون عنده خبرة يتعب في الحكومة. أتفق معك 100%. القطاع الحكومي يبي له شغل وتعب، القطاع الخاص يبي له شغل وتعب، بس بالنهاية هناك عندك تيم يساعدك، فريق يساعدك بالقطاع الحكومي. بالقطاع الخاص انت بالبدايه لازم تعتمد على نفسك اكثر شوي، لان انت تنظم، تحط هيكل عشان الكل واي فريق واي موظف يمشي صحيح. عليه، فبالبدايه تكون المسؤوليات اكبر صحيح، لكن بعدين اكيد اذا كانت عندك سياسه واضحه معروفه عند الموظفين كلهم، كل واحد يعرف شنو شغله، كل واحد يسوي اللي عليه، وعندك سياسات مكتوبه بحيث ان انا ادري شنو راح يصير فيني اذا مثلا تاخرت، ادري شنو راح، شنو اقدر، شنو اقل حقوقي بالمكان صحيح. مثلا عندي عارف شنو لي وشنو علي، كله مكتوب، كله موجود، بحيث ان يعني بالضبط دكتور، يعني نقدر نقول ان الدوله اعطت هالمكرمه الاميريه، ويعني هل خلينا نقول الهديه الساميه للشباب لإتاحة الفرصة لهم بأن يبدعوا في المجال الخاص، صحيح؟ طبعاً 100%، لأن قلت لك هذه ما صارت بالعالم كله. في صناديق تدعم الشباب مثلاً في لبنان، في السعودية، صناديق للأمانة قيمتها عالية، لكن ما في صندوق قيمة 2 مليار. بس لازم الشخص يعرف شلون يدير مشروع أو شلون يتجه للمكان الصح. طبعا انت هو منحنى تعليمي، انت تتعلم يوم بيوم، كل ما انت تسوي شيء ما تعرف، لان او بكل بساطه اول مره تسوي، فلما تسوي شيء اول مره لابد انك تشتغل على نفسك، تتعلم شلون تسوي هالشغله. نعم. ومن خلال الدراسه ومن خلال المعلومات اللي تكتسبها، سواء من قراءه، من الخبرات السابقه، تستعين في ناس اكبر منك مره وبالتجربه، كل هذه الاشياء، هذه المعلومات انت تجمعها في خدمه المشروع مالك، فانت لازم تكون مثل ما يقولون على راس العمل، مسؤول عن كل نقطه وكل كبيره وصغيره انت تبي تسويها، وعلى وما يفرق شنو هي، التوظيف، المكان، التنظيم العمل، أوقات العمل، وليس المهم فقط الحضور والتواجد، لكن أيضا الإبداع، يعني طبعاً. هذا التقييم بحد ذاته تقييم متطور، أنه يتم تقييم طبعاً. الأفراد على حسب إنتاجيتهم وليس طبعاً. فقط تقييم طبعاً. ورقي طبعا هو طيب. يكون عندك نطاق واسع أنت تلعب فيه، مثل ما يقولون تلعب في طريقة الدوام، تلعب في طريقة استقبال المرضى، تلعب في الحملات الإعلامية، كل هذه أنت لك الحرية فيها وتنقيها بحسب وجهة نظرك. فلما أنت تفكر بشيء وتدرسه وتشوف
الناس مسويته وتحاول ان انت تكتسب خبرات من اللي مروا بالتجربه قبلك. نعم. هذه كلها تساعدك، فانت لما تكون على راس الهرم مثل ما يقولون انت تحاول توجه، تحاول صحيح. تشيل الفريق كله معك، لان اذا انت شلت الفريق كله الفريق يصعد، اذا انت ما شلت الفريق انت راح تنزل معه. فهو منظومة متكاملة الواحد لازم يتجه فيها كفريق وليس كشخص. نعم. جميل. طبعا دكتور احنا الحين تحدثنا عن الصندوق وتحدثنا عن المشاريع وممكن حتى على طريقة التخطيط والصعاب اللي تواجه الشخص في مشروعه بحد ذاته. لينا نتكلم عن مشروع كاينيزيا للعلاج الطبيعي. احنا قاعد نشوف انه من ناحية توعية المرضى بالعلاج الطبيعي والاستمرار فيه شوي ضعيفة جدا، يعني قاعد نشوفهم انه مثل ما ذكرنا ممكن قبل اللقاء انه في عندهم مثلا المرحلة الأولى مرحلة ثانية وبعدين ما يستمرون المراحل التالية. ما حسيت انه ممكن افتتاح هذا المركز للحين والتوعيه مو موجوده من هذا الجانب انه ممكن يسوي نوع من انواع الدروب في المشروع ولا لا؟ هو بالبدايه احنا للحين في بدايات، يعني انا اشتغلنا على المشروع لمده 30 شهر اللي هو سنتين ونص عشان تاسسه. احنا للحين ما اقدر اقول انا اصلا بدينا، للحين ما تو لان انت كل هالفتره الزمنيه سنتين ونص تشتغل تراخيص وأوراق وبيبر ووركس وتنظيم واجتماعات، كل هذا تونا احنا خلصنا، يبقى الحين المجال وسيء توه بالبداية. فللحين لما احنا نسوي حملات إعلامية بنصبر عليها، نبي طبعا نوعي الناس نقول حق الناس، لكن هذا الحين احنا ما بلشنا فيه ولا سوينا فيه ولا شيء، لكن بالمستقبل طبعا طبعا هذا من أهم الأشياء عشان ما مثل ما تفضلت الناس تعرف إن في فرصة أو في خدمة ممكن هم يستفيدون منها بطريقة أو أخرى. دكتور جواد، يعني افتتحتوا المركز الحين ايش كثر صار لكم المدة عفواً؟ تقريبا في طور الافتتاح الحين، يعني ما تم إلى الآن استقبال ليش؟ لأن نبي نتأكد كل شيء. عادة في هذه الأمور أنت ما تسوي افتتاح، جرب السيستم عندك، جرب النظام، إذا تحتاج متطوعين حاضرين إن شاء الله ما تحتاجون، بس إذا احتجتهم حاضرين. لازم نجرب السيستم عندك. إحنا الحين ما سوينا افتتاح ولا أصلاً أعلنوا ولا شيء أصلاً، ما في من هذا الكلام، لكن هذه كلها مرحلة جداً مهمة والقلة القليلة اللي يسويها. أنت لازم تشيك التسلسل اللي راح يمشي فيه المريض، يصعد العيادة، يخلص جلسته، يرد، شلون يطلع كل السيستم، الكمبيوترات الموجودة، سلاسة المرور، سلاسة الدخول، سلاسة الخروج، مثل ما يقولون الملف الطبي شلون يمشي، عندك ملف إلكتروني، ملف فعلي، هذه كلها لازم أنت تجربها. فالصح أنك أنت تجرب هذه الأشياء على عدد قليل، نجربها على أنفسنا على للحين كله بالبداية، تتأكد 100% أن كل شيء سلس، كل شيء يمشي بانتظام، بعدين المرحلة اللي هو فعلاً جميل. مرحلة الدعاية. طيب دكتور، أنت يعني في حضرتك في المركز طبعاً أكيد بعد دراستك الطويلة وشفت أنه شنو الصعاب وشنو الخلل اللي يواجهه مثلاً معظم الناس في خلينا نقول لما يروحون يعالجون في الأماكن الموجودة عندنا في الكويت، عشان تتخطى هالمشاكل شنو الأجهزة المتطورة اللي قدمها المركز؟ شنو الطرق الأكثر تطوراً؟ يعني أكيد أنتوا في دائماً في أبديت لأي شيء جديد. شنو الشيء المختلف في المركز هذا اللي يخلي مثلاً يستقطب الناس النيون والله نحب نعالج عند مركز كاينيزيا؟ أعطيك مثال بسيط. في إصابة جدا دارجة هي إصابة الركبة، إصابة رطب الرباط الصليبي، تصير مع الرياضيين بشكل كبير. صحيح. هذه إصابة طويلة يحتاج المريض إلى من 6 إلى 9 أشهر للعلاج. وهذا العلاج في بروتوكول علمي منشور، مجلات علمية، يعني يمشون عليه كل الدكاترة بأرقى المستشفيات وأرقى المراكز بالعالم. عشان تطبق هذا البروتوكول لازم يكون عندك اللي هو فاسيليتيز، مثل اماكن انت تسوي فيها هذا البروتوكول نفسه تطبقه. في مرات انت تروح المراكز الحكوميه وفي هذه الاشياء، لكن المريض يواجه صعوبات، يا ان الوقت ما يناسبه، يا ان الطريقه
والزحمة الموجودة ما تناسبه. فإحنا هني نحاول نلبي هذه الاحتياجات، نتفادى المشاكل اللي تصير في تصير عند المرضى وين ما كانوا بأي مكان. فتقدم بروتوكولات، تقدم كل شيء up to date مثل ما يقولون في أحدث الأبحاث العلمية. دائما يقولون إن مثلا أعطيك مثال ثاني، إصابات الركبة لازم إحنا نحترز منها بعد ما نتعور، ما نتجه على طول إلى الجراح. 2016 2017 2018 أبحاث جدا جديدة تقول إن لازم أجرب العلاج الطبيعي أول. وفي خاصة وايد إن أغلب الكويتين بعد ترى يخافون إنه يعني يخضعون للجراحات. هني هو دائما أنت عندك خطوات، في عندك مراحل تمشي فيها. إذا عندك أنت الحل الأسهل ومجدي يشافي للمرض، بالعكس تتجه له مهما كان شنو هذا التخصص. إذا لا والله عفوا نقاطعك، إحنا راح نعرف أكثر ونكمل معاك، لكن في تقرير نحب نشوفه ونرجع نكمل حوارنا معك إن شاء الله. حاليا نتكلم عن فقرة الكاتل اللي هي القتال الوهمي. القتال الوهمي هو مجموعة حركات تعلمناها في الأساسيات مثل ما شفنا في الفقرة السابقة فقرة الأساسيات. الحين نبي نحاول نطبق جمل الكاتل. الكاتل طبعا احنا عندنا اربع مدارس أساسية بالاتحاد الدولي للكاراتيه دبل كيف، عندنا مدرسة الشوتوكان، عندنا الشوتوريو والودوريو والجوجوريو، اربع مدارس أساسية فيها العديد من الكاتات. بس احنا شنو اللي يفرق عندنا في الشوتوكان اللي احنا نتعلمها هنا في الاكاديميه؟ الشوتوكان تفرق عن باقي الستايلات او المدارس، عندنا القوه والسرعه والثبات والحركه الطويله اللي تكون كامله وواضحه. طبعا الكاتا تقييم الكاتا عندنا وعند الحكام تندرج الى قسمين، الاداء الرياضي والاداء الفني. الاداء الرياضي في عده معايير اللي هو القوه والسرعه والتوازن والرتم، والأداء الفني اللي تندرس تحت عدة معايير منها التكنيك، منها صعوبة الحركة، منها الانتقالات، ومنها التركيز، ومنها العديد من المعايير. طبعاً تقييم الكاتا يكون بشكل عام، يدشون لاعبين مثلاً في البطولة والحكم يقيم الأفضل عن طريق المعايير اللي تم تقديمها ووضعها في القانون الدولي بالاتحاد الدولي للكاراتيه. وإحنا هني دورنا في الأكاديمية تعليم اللاعبين طريقة تطبيق الكاتا بشكل صحيح، يعني ما يكون تركيز كامل على الأداء الرياضي وينسون الأداء الفني، ولا يكون تركيز كامل على الأداء الفني وينسون الأداء الرياضي. فهني دورنا إحنا تأسيس اللاعبين بشكل صحيح، تعليمهم الكاراتيه بشكل صحيح، سواء محتاجة حق نفسه يتعلم الكاراتيه أو في حال حاب إنه يلعب بطولات ومحلية ودولية. تانكياي مواتي اي دي تان جي. طبعا البطولات المحليه تختلف عن البطولات الدوليه بطبيعه المستوى، طبيعه عدد المشاركين. فدائما احنا نهيئ عشان اللاعب يكون جاهز الهيئه للبطولات الدوليه عشان يقدر يكون قادر ينافس في البطوله المحليه بشكل مريح. الحمد لله احنا عندنا بالكويت يعني مو بس نادي الرموت، كل الأندية مستوانا بالكويت مستوى عالمي وننافس دائما اقوى دول العالم، منها اليابان، منها ايطاليا، منها فرنسا، منها اغلب دول العالم. الحمد لله قدرنا احنا ننافس ونفوز عليهم. الحمد لله الكويت يعني ولاده بالخامات الطيبه
واللي قادره تكون افضل من افضل لاعبين بالعالم. رجعناكم مشاهدينا، وكل الشكر لكابتن محمد القطان على فقرته، وايضا حابين نرحب بالمره الثالثه بضيفنا دكتور جواد. طبعا كنا قاعدين نسترسل الحديث قبل التقرير، تكلمنا عن موضوع ان المريض يخاف انه يلجا لعلاجات معينه في العلاج الطبيعي من بينها الجراحه، فيا ريت تحدثنا اكثر عن الموضوع. هو عاده المريض اذا تعور عنده طرق للعلاج، طرق جراحية وطرق تحفظية بدون تدخلات جراحية. الدارج أن المريض رو يتجه إلى التدخلات الجراحية، لكن في نسبة كبيرة من المرضى تخاف من هذه التدخلات، لأن العلاج يحتاج فترة زمنية أطول، التأهيل ما بعد العلاج يأخذ وقت، فكل هذا المريض يحاتي، ففي وايد ناس تخاف من تقول لها تحتاج جراحة بعد الفحوصات، بعد العلاج التحفظي اللي ما مشى معاه، تقترح عليه انه يسوي جراحة، لكن مرات يخاف ياخذ يكون عنده ردة فعل، فاختلاف شخصيات بين الناس، واكو ناس بالعكس تروح وتقول تقول لي اذا هذا احسن لي، اذا هذا افضل شيء لي يتجه لي. فاحنا دائما نركز بالبداية دائما علاج طبيعي، تمارين بحيث ان تعالج هذه المشكله بدون تدخلات جراحيه. نعم. تعالج الحمد لله ويرد الملعب، ما تعالج نقعد معه مره ثانيه ونناقش طرق العلاج الاخرى اللي يقدر يستفيد منها. نعم. طيب قولي. وبالنسبه للعلاج الطبيعي، هل يعني احنا نسمع ان فتره طويله العلاج ياخذ، او انه مثلا فتره لدرجه ان المريض اصلا يمل من العلاج وخلاص ما يقوم يتجه له، فهل هذا الشيء صحيح ودارج؟ وهو صحيح، لان في مرات المريض او نجاح العلاج يعتمد على وايد اسباب. اول سبب التزام المريض في العلاج، في بعض المرضى ما يلتزم. ثاني سبب قدرة الدكتور على فحص وتشخيص الإصابة، وهذه جدا صعبة. مرات إذا أنت تشخص غلط، لو شنو تعالج، شنو تقدم نصائح طبية، ما راح تعالج المشكلة، لأن التشخيص ما كان مضبوط. إذا المريض قدمت له التشخيص الممتاز لكن هو ما التزم معاك، فما راح يتعالج. ففي وايد عوامل وعناصر تدش في علاج المرضى. الواحد كل اللي يقدر عليه ينصح، يوجه، بحيث انه يقلل العناصر اللي تاخر العلاج، اللي تطول بالعلاج. فانت الشطاره او ان الدقه في التشخيص والتزام المريض بالعلاج اللي وصفه الدكتور، هذا كله يساعد في انه يسرع العلاج ويرد حق رياضته اذا كان رياضي، يرد حق طبيعه عمله اذا كان هاوي وليس رياض. دكتور جواد، يعني احنا استمتعنا أمانة في استضافتك اليوم في شباب قول وفعل، وأكيد أفدت المشاهدين بمعلومات كافية ووافية عن العلاج الطبيعي، وأيضا عن المشاريع الصغيرة إذا كان عندهم مشروع. نصيحة أخيرة يقدمها، لأن الوقت داهمنا، بس نبي نصيحة أخيرة من دكتور جواد أبو الحسن للمشاهدين، خاصة فئة الشباب. قبل أقول نصيحة، أشكركم على الاستضافة، وأتمنى أكون ضيف خفيف على السادة المشاهدين. وكنصيحة دائما أقول إذا عندك فرصة روح استغلها، إذا في وايد أشياء تقدر تسويها، عندك فرص، عندك أماكن تقدر تحقق فيها طموحك، تحقق فيها اللي تبي. كل اللي عليك إن يكون عندك شغف تروح تسعى له، يكون عندك سقف طموح عالي تحاول توصل له. كل الشكر للدكتور جواد أبو الحسن صاحب مشروع كاينيزيا، وموفق يا دكتور في مشروعك إن شاء الله. ومشاهدينا بكذي وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم، على موعد اللقاء
بكم مجددا في حلقة قادمة. تابعونا، أكيد كل مشروع، كل فكرة، كل مبادرة يقوم فيها أي شاب أو شابة كويتية إحنا نقدم له كل الدعم سواء إعلاميا أو معنويا. صحيح، وطبعا اليوم موضوعنا كان عن الخبرة، وجدا استفدنا من موضوع الحلقة وأيضا من ضيفنا بخبرته وبكل معلومات اللي قدمها لنا، سواء كان بالنسبة لخطة المشروع أو لفكرة مشروع اللي هو كانيزة العلاج الطبيعي. طبعا أكيد مشاهدينا مستمرين معكم ونشوفكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين نتمنى لكم مساء جميل، مع السلامة.